السلام عليكم اخواتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله في احسن الاحوال. اليوم غادي نقدم معكم واحد الوصفه ديال الحلوه اللي كتجي رائعه، ديال الفول السوداني ديال الكاوكاو. غنبدا معكم في المقادير ونوري لكم طريقه التحضير ان شاء الله، خليكم معايا. في المقادير عندي 500 غرام ديال الكاوكاو. عدد الكاوكاو راه حمرته في الفران باش نطحنه. وعندي هنايا الطحين كيكون على حسب الخليط، ما عارفاش بالضبط القياس ديال، يعني على حسب كل الطحين كي داير، كاين الطحين اللي كيشرب كاين الطحين اللي ما كيشربش، يعني كنشوف على حسب العجينه. وعندي هنايا الشكلاط غنخليه للتزيين. وعندي هنايا نص كاس ديال الزيت، كاس ديال العلبه. وعندي واحد كاس ديال السكر سنيده. وعندي واحد بيضه. وعندي كونفيتير عاوتاني للتزيين. وعندي واحد معلقه صغيره ديال الخميره ديال الحلوه. وعندي 250 غرام ديال الزبده مذوبه. دابا غادي ناخذ الكاوكاو باش نطحنوه. اول حاجه غنضربو بها هي الكاوكاو باش نطحنوه. ها هو البنات، خصو تطحن مزيان، ما يبقاوش فيه هذوك الحبيبات ديال الكاوكاو، خصو تطحن مزيان. هاد الحلوه البنات كتجي لذيذه، هي حلوه شماليه سميتها نيغريتا، حنا كنقولوها في الشمال نيغريتا، لان هي سميه اسبانيوليه في الحقيقه نيغريتا. من بعد ما طحنا الكاوكاو البنات، ها هو دابا غنزيد سكر سنيده، غنزيد نص كاس ديال الزيت، غنزيد واحد بيضه من الاحسن تكون صغيره. غنخلط هاد الماء العناصر، وغنزيد دابا الزبده المذوبه. كما قلت لكم عندي هنايا 250 غرام، حطيت 250 غرام ديال الزبده وذوبتها. دابا غندير الطحين، غناخد سميتو الكاس باش نعبر بيه باش نعطيكم المقياس بالضبط.
واحد. جوج. ثلاثة. هنخلط هاد الشيء ونرجع تاني. انا البنات غنزيد الرابع. انا غير غنجبها البنات، ما غاشي غنعجبها. دابا غنزيد خميره الحلوى كما قلت لكم البنات، معلقه صغيره. المهم البنات، من بعد ما جمعنا العجينه بسميتو الطحين، خدات ليا 4 كيسان اونص ديال العنبه، العبار ديال العنبه، كاس ديال العنبه. المهم 4 كيسان اونص كتجي شاده راسها لديك العجينه. ودابا غناخدو باش نشكلوها. انا بغيت غنشكلها بهاد الدواره، حيت غندير السق جوج بالكونفيتير وعاد نزور. المهم هذاك الزوق الاخر، المهم غنديرها الدواره، وكل واحد عنده زعما الحريه في الشكل اللي بغا يدير يديرو. البنات هنا خديت واحد جوج بلاستيكات، وحده درتها لتحت وهنايا وحده الفوق، باش نقرف ونشكل الحلوه ديالي. نحاولوا ما نغلطوهاش، لحقاش راه ديجا غنفسقو وحده مع وحده اخرى. ها هو الصوت ديالها. ها هو السمكة البنات، لحقاش راه ديجا غنلصقو حتى مع الأخرى، ونحطوها في اللاط. الواحد يبقى يقرص على البلاستيكة أحسن، حيت كتعام وكتلصق من العجينة ما والو.
من البنات انا غنستمر نشكل الحلوه ديالي ملي نساليها غادي نجمعها. من بعد ما شكلت الحلوه ديالي البنات دابا راه سخنت الفران باش ندير المهم درجه الحراره كتكون ما بين 180 160 درجه خليها طيب على فتره من فوق لتحت ولكن من الاحسن ديروا ليها 160 درجه المهم كل واحد عاوتاني وفران انا غنديرها غير على 160 درجه بركه ونخليها طيب من فوق لتحت. غنديرها على 160 درجة ونخليها من الفوق والتحت. ها هي الحلوة ديالنا البنات بعد ما طيبناها في الفران كيفاش كتطفي. وهنايا عندي البنات الشكلاط مذوب اللي قلت لكم وعندي شوية ديال الكوك بغيت نزوقها بشوية الكوك وعندي هنايا اللوز مهرمش نورمالمون خصني ندير سميتو الكاوكاو مهرمش ولكن دابا ما عنديش الكاوكاو مهرمش ما لقيتوش. درت اللوز وعندي هنايا كونفيتير غناخذ الحلوه غنلصقها بالكونفيتير ندير غير شويه وغناخذ الشوكولاط وندير فوق منها غناخذ اللوز نعاود معكم واحدة أخرى ناخد الكونفيتير كندير غير شوية باش تلصق لينا متكتروش كونفيتير كنلصق هاد واحدة أخرى وكندير فوق منها الشكلاط. أنا بغيتكم البنات تجربو هاد الحلوة والله إلا كتجي زوينة وبنينة. هاي ها هي الحلوه ديالنا البنات بعد ما وجدناها نتمنى تجربوها راه كتجي بنينه بالصحه والراحه.